أهلا بكم مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وإطلالة إخبارية جديدة هنا من قناة النادي الأهلي خلال شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، والشعب المصري والأمة الإسلامية وجماهير النادي الأهلي بخير دايما يا رب خلال هذه الفترة المهمة جدا. بالتأكيد عديد من الأخبار والعديد من الكواليس ومتابعة خبرية خلال هذه الفترة، وأكدنا لكم كثيرا خلال هذه في الفترة الحالية استعدادا لانطلاق كأس العالم منتصف الشهر الجاري، وأيضا استعدادات النادي الأهلي للفترة القادمة استعدادا للموسم الجديد، فترة التعاقدات، استقدام مدير فني، ترتيب البيت خلال الفترة القادمة، وتعاقدات كثيرة سواء في الرعاية والبث، وأمور كثيرة جدا تخص النادي الأهلي ومهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي خلال الفترة القادمة. الموسم انتهى، ما فيش مباريات رسمية محلية داخل مصر، لكن دايما الأحداث الرياضية ساخنة وكثيرة خلال الفترة الحالية بعد نهاية الموسم الكروي. طبعا هنبدأ حديثنا ومتابعتنا الخبرية بالمباراة الودية التي لعبها المنتخب الوطني أمام بلجيكا في بروكسل، وانتهت منذ قليل بخسارة المنتخب الوطني أمام بلجيكا في آخر تجاربه الودية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. التجربة الأخيرة والاستعداد لكأس العالم بعد العديد من التجارب الودية والمباريات الودية لمنتخبنا الوطني في الفترة الأخيرة بعد نهاية الموسم القروي، والاستعداد لانطلاقة كأس العالم في الفترة القادمة بعد غياب 28 سنة عن التأهل إلى كأس العالم منذ آخر بطولة تأهل لها المنتخب في إيطاليا عام 90، ومباريات المنتخب أداها في هذه البطولة بشكل جيد جدا. نأمل بإذن الله رغم الخسارة اليوم أمام بلجيكا والأداء الذي ظهر به المنتخب، لكن كل هذه الأمور ليست هي المقياس الحقيقي لمنتخب مصر في المرحلة القادمة والمباريات القادمة الرسمية في كأس العالم، والبداية أمام منتخب أوروغواي هذا المنتخب القوي الذي يبدأ المنتخب إن شاء الله مبارياته الرسمية بهذه المواجهة القوية مع فريق من أمريكا الجنوبية في المجموعة الأولى، بتضم أيضا مع مصر أوروغواي والسعودية وروسيا البلد المضيف لكأس العالم خلال شهر يونيو وحتى منتصف من شهر يوليو القادم بإذن الله. كانت تجربة ودية بالنسبة لمنتخبنا، نتمنى بإذن الله يكون الجهاز الفني هيكتور كوبر استفاد من هذه التجربة الودية، يعني قدر الإمكان كنا بنحاول من خلال هذه التجربة أن هيكتور كوبر يستقر على التشكيلة الأساسية والأداء الذي يظهر به المنتخب خلال الفترة القادمة وتحديدا في كأس العالم وأولى اللقاءات أمام أوروغواي. لذلك حتى التشكيلة اللي بدأ بها هيكتور كوبر، شفنا عصام الحضري في حراسة المرمى، خط الظهر أحمد فتحي ظهير أيمن، علي جبر وأحمد حجازي اثنين في خط الدفاع مساكين، محمد عبد الشافي ظهير أيسر، طارق حامد ومحمد النني في وسط الارتكاز، أمامهم عبد الله السعيد وعمرو وردة ورمضان صبحي، وفي الهجوم مروان محسن. تقدر تقول بنسبة 95% هي التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني، قد يتغير عنصر أو اثنين على التشكيلة في أولى المباريات أمام أوروغواي بإذن الله في مباراة كأس العالم. إذا عاد محمد صلاح وأصبح جاهزا لأولى لقاءات منتخبنا في كأس العالم سيكون بالتأكيد أساسيا، وأيضا على الجهة الأخرى هيكون مش عمرو وردة ولا رمضان صبحي، هيكون تريزيجيه أحد الأوراق الرابحة لمنتخبنا، واللي نزل النهاردة في الشوط الثاني ظهر بشكل جيد جدا. احتمالية التواجد بقى بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، النهاردة شفنا الكفة نقدر نقول متساوية أو تميل أكتر لمحمد الشناوي حارس المرمى في مباراة النهاردة. يمكن المباراة انتهت 3-0، الشوط الأول انتهى 2-0، والشوط الثالث قدر مروان فليني يختم الأهداف بالهدف الثالث. الهدف الأول كان جابه لوكاكو، والهدف الثاني هازارد، ثم الهدف الثالث مروان فليني. كانت مباراة قوية جدا، مباراة مهمة لمنتخبنا. هيكتور كوبر وجهازه المعاون رغم ان هو اعتمد على انه يختم تجاربه الودية بمباراة بلجيكا، وهي مباراة قوية جدا على فكرة. الناس اللي متابعة تصنيف الاتحاد الدولي فيفا خلال الفترة الأخيرة وآخر تصنيف في شهر مايو، بلجيكا في التصنيف الثالث، وبالتالي هي من المنتخبات القوية، المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدا في كأس العالم في روسيا بإذن الله، بيضم العديد والعديد من النجوم أصحاب الأرقام المالية الكبيرة في الدوريات الأوروبية، حارس المرمى كورتوا، هازارد، ريدميك تشيلسي، لوكاكو، مانشستر يونايتد، كاراسكو، دي بروين، مروان فليني. بنتكلم عن مجموعة، يعني أنت بتتكلم في نص التيم المتعلق بمنتخب بلجيكا، أسامي كبيرة جدا ولها تأثير كبير جدا في أنديتها اللي بتلعب بها في الدوريات الأوروبية ما بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي، فبالتالي أسماء كانت ثقيلة.
لو بنتكلم على منتخبنا، هو البعض بيعتقد ان اخر المباريات الوديه واخر التجارب الوديه الافضل انك تلعب مع منتخب في المتناول عشان المعنويات تبقى جيده باذن الله في كاس العالم. لكن هيكتور كوبا كان ليه وجهه نظر تانية، يعني هو اكيد اهتم ان يلعب مع منتخب قوي في التصنيف الثالث وعلى ارضه ووسط جمهوره. هي تجربه قويه جدا ومهمه جدا، بس بشرط ان احنا نستفيد فيها بشكل ايجابي، لان في نفس العوامل دي هتكون بتلعب مع المنتخب الروسي مع الفارق في الامكانيات الفنيه والامكانيات البشريه ما بين المنتخب البلجيكي ويفصلحه عن المنتخب الروسي. لكن هي تجربه كامكانيات تقدر تحكم بيها على عدد من العناصر والطريقه والشكل والخطه اللي هتلعب بيها، لا تجربه مفيده تقدر تستفيد وتشوف نفسك انت فين قبل كاس العالم باذن الله في اقل من 10 ايام. احنا بنتكلم خلاص يعني كاس العالم هينطلق يوم 14، مباراه الافتتاح روسيا والسعوديه، انت في اليوم التالي مباشره مباراه مصر واورجواي يوم 15، فالنهارده بتتكلم 6 ل 15 ما بين 8 الى 9 ايام. فخلاص انت خلصت تجربتك الوديه، قدرت تشوف خلاص بقى تشكيلتك الاساسيه، حكمت على بعض العناصر النهارده اللي شاركت في مباراه النهارده. لكن على المعنويات نتمنى يا رب باذن الله هذه النتيجه ما تكونش اثرت معنوي على منتخبنا خلال الفتره القادمه، يكون الاستفاده الايجابيه اكتر ان شاء الله. وعندنا تفاؤل شخصي ورخصي والله العظيم، متفائل جدا بمنتخبنا في الفتره القادمه في ظل حاله البعض اللي بيقول احنا هنروح نلعب 3 ماتشات ونرجع يوم 26. لكن انا شايف في ايجابيات كتيره جدا، وشايف تفكير هيكتور كوبر في المرحله الحاليه ايجابي، بس ان شاء الله تكون في فاعليه هجوميه في المباريات باذن الله في كاس العالم القادمه. طيب احنا محتاجين نروح بلجيكا دلوقتي عشان نعرف اخر اخبار منتخبنا وتصريحات هيكتور كوبر في هذه اللحظات، وكلنا عايزين نعرف هيكتور كوبر قال ايه بعد المباراه ومعنويات منتخبنا بعد هذه المباراه الهامه جدا مع بلجيكا. هذه اللحظات الاستاذ مصطفى طنطاوي الناقد الرياضي من بلجيكا ليطلعنا عن اخر الاخبار منتخبنا وتصريحات هيكتور كوبر عقب المباراه. استاذ مصطفى تحياتي ليك، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، وطمني بقى على المنتخب بعد مباراه بلجيكا وتصريحات هيكتور كوبر عقب المباراه مباشره. انا اكتر لسه المؤتمر الصحفي شغال، واقدر اكد لحضرتك ان هيكتور كوبر على الرغم من عدم رضاه عن النتيجه وعن بعض السلبيات اللي في اللقاء، لكنه كان في اثناء دخوله لغرفه خلع الملابس كان بياكد للاعبين ان هو مبسوط من ادائهم، بيقول لعبتوا مباراه كبيره ووقفته حتى لمده دقيقه فبساله، فقال لا المباراه فيها ايجابيات كتير، وان كنتوا انتوا بتبصوا على النتيجه ان هي نتيجه سلبيه، لكن هو بالنسبه له دي اخر مراحل الاعداد، كان لازم يدي فرصه فيها اللاعبين كتير، بالاخص محمد النني كان لازم ياخد حساسيه المباريات في مباراه كبيره زي كده، يمكن كان عايز يشرك شيكابالا اخر ربع ساعه بدلا من عبد الله السعيد، ولكن للاسف عمرو ورده سقط في الملعب زي ما حضراتكم شفتم، واضطر ان هو ينزل عمر جابر حتى بدون تسخين، يعني عمر جابر نزل الملعب بدون تسخين. المهم في المحصله هيكتور كوبر راضي عن التجربه جدا، المنتخب البلجيكي واعضائه راضيين جدا عن التجربه، يمكن المدير الفني وصاحب لاعبيه تجول حول الملعب لتحيه الجماهير بعد الفوز العريض على مصر والوداعهم قبل، لان حضرتك عارف دي اخر برضه حاجه لبلجيكا وهيطلعوا على روسيا عشان يشاركوا في مونديال كاس العالم في روسيا ان شاء الله. طب استاذ مصطفى قبل ما انتقل للحديث عن تفاصيل المباراه وتصريحات هيكتور كوبر، يمكن في كلام طلع منذ ساعات قليله او لحظات قليله ان احتمال تكون في مباراه اخرى مع بنما في روسيا، هل الكلام ده صحيح او بيرو؟ لا 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 مفيش اي موضوع، انا متاسف بس انا في زحمه، ارجو حضرتك والساده المشاهدين يعذروني لو في عدم تركيز لان في زحمه كبيره وخروج اللاعبين المنتخب البلجيكي قدامي. فاكد لحضرتك ان مفيش اي حد في المعسكر يتكلم عن مباريات وديه اخرى سواء في روسيا او في اي مكان تاني. الموضوع لم يطرح من الاساس ومفيش كلام داخل المعسكر، يمكن حتى المهندس قبل ايطا اكد ان مفيش حاجه زي كده، سالت محمود فايز مفيش زي كده. فلحد اللحظه اللي حضرتك تسال فيها لم يطرح موضوع مباراه وديه اخرى امام اي فريق. طب استاذ مصطفى طمنا على حاله عمرو ورده، هل الجهاز الطبي او في اي معلومه جديده متعلقه بعمرو ورده لا قدر الله يكون في اصابه؟ عمرو ورده جاله شد في العضله الخلفيه، لكن عمرو بيمشي عليها كويس، يمكن ان شاء الله محتاج يومين راحه مش اكتر، وباذن الله يبقى سليم.
طيب تفكير هيكتور كوبرا في التغييرات، يعني شفنا المحمدي مكان فتحي، نزول كهربا، نزول عمر جابر، نزول سام مرسي، اعطاء محمد النني مساحه اكتر يلعب المباراه الكامله، التغيير في حراسه المرمى الحضري بدا ثم الشناوي الشوط الثاني، النهارده علي جابر شفنا متواجد بجوار احمد حجازي، يعني التغييرات هيكتور كوبرا علق عليها قال ايه، وهل استقر بشكل اساسي على التشكيله بعد مباراه النهارده بنسبه كام؟ بنسبة 99% هيكتور كوبر استقر على التشكيل في انتظار تأكيد بس نجمنا محمد صلاح إن شاء الله أنه هيشارك في المباراة. ده أقدر أكده لك من كلام هيكتور كوبر ومساعديه، لكن في النهاية مستر هيكتور كوبر كان بيحاول يوصل لأقصى استفادة ممكنة من التجربة. إشراك المجموعة الكبيرة من اللاعبين دي كانت علشان يقدر يحدد موقفه النهائي في بعض المراكز وفي بعض الويند اللي هيكونوا موجودين في الملعب من الثنائيات، سواء على الاطراف او في نص الملعب او في الهجوم. تجربه كهربا مكان مروان قدم مباراه كويسه جدا النهارده، فمستر هيكتور كوبر استقر على مروان، فكان لازم يدي فرصه لكهربا في نفس المكان. محمدي كان لازم يكون مشارك علشان يقدر مستر هيكتور كوبر لمره ثانيه يستقر في البديل في المكان ده ويحدد موقفه. اقدر اقول لحضرتك بمنتهى الثقه ان مستر هيكتور كوبر وجهازه استقروا على التشكيله النهائيه للخوض او المباراه في كاس العالم، في انتظار بس ان شاء الله رب العالمين عوده نجمنا محمد صلاح اللي ان شاء الله هيكون موجود في القاهره بكره باذن الله. طيب استاذ مصطفى برضه عايز اسالك على جزئيه يعني إمكانية أنه مثلا يكون بكرة إن شاء الله متواجد في القاهرة، هل هيبقى بدري الساعة 10 صباحا يتحرك من بلجيكا، ولا التحرك هيكون في نهاية اليوم أو في بعد العصر مباشرة؟ لا، كان من المفروض أن طائرة المنتخب هتخرج من هنا بعد الظهر، وتم التأكيد أنها تخرج 10 صباحا إن شاء الله من مطار بروكسل، وبإذن الله رب العالمين تكون في القاهرة الثالثة بإذن الله. طيب من خلال متابعتك ومشاهدتك كده للاعبين وبخبراتك، انا عارف هتبقى تقدر تشوف المشهد، النتيجه مأثره معنويا على اللاعبين، ولا شايف اللاعبين بخبراتها شايفه ان هي مباراه وديه؟ مش عايزين نتكلم في تفاصيل نتائج اكتر من كده، لكن لا بالعكس في تأثر كبير، يمكن دي اول مره مع مستر هيكتور كوبر فارق النتيجه يبقى 3 اهداف. لو حضرتك رجعت كل النتائج دي، اول مره المنتخب ده واللاعبين دول مع مديرهم الفني وجهازهم ده يشوفوا اول هزيمه فارق 3 اهداف، ويمكن دي ثالث هزيمه في تاريخ مستر كوبر مع المنتخب. فعشان كده لا، كان اكيد في مشاعر حزن ومشاعر زعل من بعض اللاعبين ان لم يكن كلهم الجهاز الفني، لكن في النهايه لازم يبقى في لاعبين بتقود، ويبقى في الجهاز والمساعدين بيقودوا، ولازم يقولوا لهم ان الاداء كويس والتجربه كويسه، ولازم نخرج منها بالايجابيات وما نركزش بس على السلبيات والنتيجه الكبيره اللي فاز بها المنتخب البلجيكي، خاصه انك بتلعب يا استاذ محمد قدام منتخب مرشح للوصول لمنصه تتويج في كاس العالم، في نجوم كبار زي اللي حضرتك شفتهم النهارده. يمكن حتى المدير الفني بعد الشوط الاول استقر على خروج اهم لاعبيه، مدير فني المنتخب البلجيكي وتجربه اللاعبين الاخرين، وده بياكد ان المباراه ما كانتش نزهه سواء للمنتخب البلجيكي او للمنتخب المصري. انت بالفعل انت بتلاعب فريق او منتخب في التصنيف الثالث على مستوى العالم بعد البرازيل والمانيا، فتصنيفه متقدم على منتخب اوروجواي اللي في تصنيف ترتيبه 17، فهي مباراه كبيره جدا ومع فريق قوي، والتغييرات حتى اللي اجراها في الشوط الثاني، شفنا ان حتى فريق بلجيكا في الشوط الثاني مش بنفس قوه الشوط الاولاني، فكان بادئ قدامك بالتشكيله الاساسيه اللي هيلعب بيها كاس العالم. طبعا بالظبط، فكان لازم، دي كانت تجربه مهمه جدا للمنتخب البلجيكي، وفي نفس الوقت الحمد لله رب العالمين المنتخب المصري حاول انه يستفيد من التجربه باقصى قدر ممكن، وجهازه الفني حاول انه يوصل لافضل تشكيله باذن الله يشارك في مباراه اوروجواي. انا عايز اطمنك ان محمد صلاح وصل منذ قليل الى القاهره، وان شاء الله باذن الله عندنا مصادرنا بقى مصادرنا الصحفيه، لكن محمد صلاح وصل منذ قليل الى القاهره، ده خبر يسعد كل المصريين متواجد في مصر، وانا عايز اكد لك انا يعني مش معلومات رسميه، لكن احساسي الشخصي بشخصيه محمد صلاح باذن الله هيكون متواجد في مباراه اوروجواي، وهيكون بدايه ايجابيه لمنتخبنا، لان محمد صلاح نقله كبيره جدا مع منتخبنا في الشكل الهجومي في المباريات القادمه باذن الله. ان شاء الله. طبعا يا استاذ محمد، ده هيبقى دافع كبير جدا لجميع اللاعبين، النهارده عندنا نجم كبير زي محمد النني ومشاركته في المباراة بوقتها الكامل كان فايدة كبيرة جدا لمنتخبنا، لم يكن اللاعب في البداية لكنه كان فايدة كبيرة جدا لمنتخبنا الوطني، ان لاعب كبير زي محمد النني يرجع ويشارك في المباراة كاملة من ابريل اللي فات. فاقول لحضرتك ان كان في مكاسب كتيرة جدا في المباراة النهاردة،
يمكن الاصابه اللي حصلت لعمرو ورده حرمت مستر هيكتور كوبر من انه يستقر على شيكابالا كبديل لعبد الله السعيد او في المكان اللي كان هينزل فيه عشان ما نخبرش على راي المدير الفني. لكن باكد لحضرتك الحمد لله رب العالمين تجربه مفيده. الجهاز الفني واللاعبين بيخرجوا قدامي دلوقتي، الـ 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 الوشوش باين عليها الرضا. لو قلت لحضرتك ان بعض اللاعبين متاثرين طبعا، لان ده طبيعي للاعب كره القدم انه لما بيبقى خسران مباراه بيبقى زعلان، لكن في جزء منك بتلعب قدام منتخب كبير وقوي اسمه منتخب بلجيكا. طيب انت من هنا لغايه كاس العالم عندك فرصه، اذا لا قدر الله اصابه عمرو ورده ممكن تطول، او لو ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات في المنتخب، لكن يا رب عندك اي واحد، لكن ان شاء الله لعب معانا لحد قبل اول مباراه ب 24 ساعه. 24 ساعه يمكن خروج يمكن خروج اي حد من القائمه ونزول اي حد مكان. كل اللاعبين بخير، كل اللاعبين بخير بخلاف عمرو ورده واصابه ورده النهارده الحمد لله، اللعيبه كلها في حاله بدنيه كويسه يعني. الحمد لله ورده ماشي قدامي كويس، مفيش اي حد. ان شاء الله تبقى خفيفه ان شاء الله. وعلي جبر، علي جبر برضو الحمد لله ما فيش اي فيها حاجه. لا لا الحمد لله رب العالمين، الفرقه كلها كويسه وما فيش اي اصابات. هنطمن بس على عمرو ورده باذن الله، ويبقى ان شاء الله رب العالمين السكواد بتاعه منتخب مصر كلها متكامله، وربنا يوفق يا رب في المرحله اللي جايه، وكله هيسافر روسيا ان شاء الله وهو بشكل سليم باذن الله ومستعد بكفاءه عاليه للمنافسات الكبيره. طب اختم معاك بسؤال هو الاصعب وهسجل واكتب وراك. لو هتقولي تشكيل المنتخب بنسبة 99% زي ما انت قلت كده ومن خلال تواجدك مع المنتخب في الفترة الأخيرة، التشكيلة هتبدأ مثلا مباراة أوروجواي. والله يا أستاذ محمد حضرتك عارف كويس قوي إن أنا مش راجل فني أنا زميلك بس في الميديا وبدير الأمور لكن مش بشارك فيها، مش بشارك قصدي في الأمور لكن مش بدير رؤيتك. أنا عشان كده سألتك قلت لك هو سؤال صعب، بس رؤيتك من خلال تواجدك كده وأنت بتكتب التشكيل المتوقع. ما والله الموضوع صعب، وخاصة كمان أنا مرافق للجهاز وللاعبين فما أقدرش أقول لحضرتك أي أسماء، أنا متأسف والله. تمام، لكن أوكي. حضرتك عندك استوديو طويل وممكن تقترح فيه كل الأسماء. لا إن شاء الله بإذن الله نتمنى التوفيق للمنتخب وترجعوا بإذن الله بألف سلامة إلى القاهرة غدا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين، وبأكد لحضرتك إن شاء الله التمرين الأخير للمنتخب هيكون في استاد القاهرة يوم 9 إن شاء الله رب العالمين، وبإذن الله شركة برزنتيشن سبورتس والاتحاد المصري لكرة القدم هيكونوا مجهزين مفاجآت كتيرة جدا للمنتخب الوطني وللجماهير بإذن الله. يمكن بس عشان طلع كلام عن إن الجماهير هتتمنع أو الجماهير مفتوح تقولها. تمام. لسه لحد اللحظة، بس بأكد مع حضرتك المعلومة إن لحد اللحظة لم يتم تحديد شكل دخول الجماهير، وإن شاء الله هيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، مش في خلال الأيام، في خلال الساعات القادمة، وإن كان على الأرجح هيتم الإعلان عن تفاصيل التدريب الأخير للمنتخب الوطني بكرة إن شاء الله على الظهر مثلا. أستاذ مصطفى طنطاوي أنا بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق ليك ولمنتخبنا خلال الفترة القادمة، وبإذن الله تكون تجربة ودية مفيدة بغض النظر عن النتيجة والخسارة أمام بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، استعدادا لانطلاقة كأس العالم بإذن الله. شكرا جزيلا استاذ مصطفى. يمكن قدر الامكان استاذ مصطفى الطاوي يحاول او قربنا بشكل كبير جدا من تصريحات هيكتور كوبر والاجواء داخل منتخبنا الوطني عقب الخساره من بلجيكا، وهي خساره مفاجاه. المفاجاه ليست في الاداء لكن المفاجاه في النتيجه، لان الاداء الدفاعي لهيكتور كوبر مع منتخبنا الوطني كان هو اكتر حاجه بتميز هيكتور كوبر وجهازه الفني مع المنتخب خلال السنوات الاخيره بشكل كبير جدا، حتى لما بيخسر بصعوبه، بيخسر بفرق هدف او يبقى خسران 2-1، لكن يخسر ثلاثه اهداف مقابل لا شيء دي اول مره تحصل مع هيكتور كوبر والمنتخب خلال الفتره الاخيره، وبالتالي هناك ايجابيات كثيره جدا وهناك سلبيات ايضا كثيره جدا في الفتره الحاليه. لكن بقى محتاجين نسمع الرؤيه الفنيه، ومن نجم كبير ولاعب دولي شارك مع المنتخب في مباريات كثيره جدا سواء في تصفيات امم افريقيا، تصفيات كاس العالم، كان من الجيل الذهبي اللي شفنا معاهم كره جميله لكن حظهم السيء ما تاهلوش لكاس العالم. معي في هذه اللحظات الكابتن عبد الظاهر السقا. كابتن عبد الظاهر برحب بيك اولا، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم. انت كريم، الله يخليك يا حبيبي، متشكرين جدا. اولا عايز اعرف تعليقك على مباراه منتخب مصر امام بلجيكا والخساره بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وكيف هو تقييمك للمنتخب في الفتره الحاليه قبل اسبوع من انطلاق مباراه كاس العالم؟ والله بص الموضوع يعني محزن جدا، ان انت اخر ليك ان انت لسه بتدور على حاجات جوه الملعب لسه مش لاقيها، يعني لحد الان حارس المرمى ما اداش لاقيه، احنا مش عارفين انت مين اللي هيلعب،
ما انتش عارف هتلعب براس حربة مين، يعني شوية مروان محسن، أي نعم إحنا عارفين مروان هو الأساسي، لكن شوية كهربا شوية وردة. كان عندنا النهاردة نشوف القوام الأساسي لمنتخب مصر. أنا شايف إن القوام الأساسي لمنتخب مصر هو الشوط الأولاني طبعا مع وجود تريزيجيه. بعد كده اتنقل الموضوع فردي لتقييم فردي، كله بقى قايم فردي. يعني عمر جابر الراجل عايز يطمن عليه، كل التغييرات اللي اتغير، كهربا عايز يطمن عليه. فكل ده المفروض في المرحلة دي، كل المرحلة دي عدت من زمان، واحنا شفنا على الأقل خالص ماتش زي ماتش بلجيكا قوي جدا، احنا نتفرج على منتخب مصر اللي هيلعب قدام أوروجواي. لكن بشكل كبير طبعا في أخطاء وفي مميزات، كل الماتشات الودية فيها أخطاء وفيها مميزات. الأخطاء النهارده بالنسبة للدفاعية المستمرة اللي هي أنا شايف إن مفيش فيها تقدم واسع غير الكور العالية، العرضيات النهارده كانت فيها جدا واحد ضد واحد طبعا كان دايما للخصم. الاختبار الهجومي لسه ما شفناهوش. أنا مش عاتب على مستوى الكور بس، أنا عاتب على اللعيب، شخصية اللعيب جوه الملعب. يعني لما تيجي تشوف تريزيجيه أول ما نزل تحس إن في شخصية جوه الملعب عايزة تعمل حاجة وعايزة تروح وعايز يعمل بنته، وصل لقوة في خلال الشوط الثاني أكتر من مرة. فده شخصية لاعب جوه الملعب، شخصية اللعيبة مؤثرة جدا جدا جدا. لسه لحد الآن في لعيبة خايفة هي هتشارك ولا مش هتشارك. مش شايفين شخصيات تقيلة جوه الملعب، مش شايفين كوادر جوه الملعب، عشان كده تحس ان في لسه لحد الان خوف عند اللعيبه ملوش اي مبرر خالص. طب هل اصابه محمد صلاح في الفتره الاخيره ممكن تكون اربكت حسابات الجهاز الفني خلته او اثرت على الجهاز الفني ان هو قدر خلال الفتره الاخيره بيحاول يشوف اكتر من لاعب في مركز تاني؟ لان كان خلاص تشكيله المنتخب والقوام معروف بتواجد محمد صلاح وبتواجد تريزيجيه وبتواجد على الجهه الاخرى ومتواجد عبد الله السعيد. هل اصابه صلاح كابتن عبد الظاهر ممكن تكون اربكت حسابات المنتخب فبيجرب كذا مركز لكذا لاعب في المباريات الوديه الاخيره؟ طبعا يعني صلاح أربك مستر كوبر والجهاز. صلاح قيمة غير طبيعية، بنمثله بميسي في الأرجنتين وكريستيانو في البرتغال، فعلا من اللعيبة اللي بتفرق مع المدرب جدا جدا جدا. طبعا طبعا وبشكل كبير أوافقك جدا إن هو عمل ربكة كبيرة جدا، لأن إحنا شفنا عدم اتزان لمستر كوبر بعد صلاح. بدأ يغير تريزيجيه ودي ناحيه اليمين، بدأ يبقى فيه لخبطه وبدأ يبقى فيه زي ما بقول كده. انا بشبهه دايما بعبد الله السعيد لما مشى من النادي الاهلي، حصل نوع من الارباك الفني جوه الفريق مع الاصابات طبعا. لكن لما يرجع صلاح انا حاسس ان الفرقه هتنضبط بشكل كبير جدا، هيبقى هو ناحيه الشمال ويمين وتريزيجيه ناحيه الشمال، هتظبط بشكل كبير جدا. النهارده ورده مش سيء لكن كويس، ما يوصلناش للجون. يعني بشكل كبير طبعا كلامك صح جدا. طيب فكره انك تختتم مبارياتك الوديه امام منتخب بلجيكا وهو في التصنيف الثالث من خلال تصنيف الاتحاد الدولي فيفا خلال شهر مايو، ويمكن تصنيفه اعلى من المنتخبات اللي هتلعب معاها في كاس العالم وفي مجموعتك، الفكره شايفها ايجابيه ولا ممكن تؤثر عليك معنويا قبل انطلاقه بطوله كاس العالم؟ انا شايفها جيده جيده جدا، لان انا دايما بميل للماتشات القويه، دايما الماتش القوي بيرفعك وبيرفع مستواك ويديك ثقه كبيره جدا حتى لو كانت النتيجه سلبيه. الماتش الكبير واللعيبه الكبيره بتديك احتكاك احنا كنا محتاجينه، لانه ليفل ومستوى اعلى منك، فالمستوى الاعلى دايما بيشدك يعني لقدام. المشكله مش في قوه او المنافس، المشكله دايما فيك انت دايما انت واقف على ارض صلبه وفرقتك كويسه وعمالك جاهزه، واحد عارف كل واحد عارف هو هيلعب ازاي، عندنا القوه الهجوميه زي القوه الدفاعيه، انت بشكل كبير هتبقى كويس. دايما انا اقول ابص لنفسي الاول، ابص للمنافس، المنافس ابص له لما انا اجهز خالص وابقى 100% كنت عندي 100%. لكن النهارده انا لسه شايف حاجات مستر كوبر بيعملها متأخرة جدا جدا جدا. يعني ايه حارس مرمى شوط وشوط؟ ده برضه احنا ما تعودناش عليها ولا شفناها
ان انت النهارده لحد الان عايز تعيش الشناوي مع الحضري ولا الحضري مع الشناوي. انت كده دايما الحارس المرمى دايما دايما بياخد اخر ثلاث ماتشات او اربع ماتشات وساعات الماتشات الوديه قبل اي بطوله كبيره. ما تعودناش ان احنا لحد اخر لحظه. النهارده ما احناش عارفين مين اللي هيقف. ده بشكل كبير بيربك الدفاع كله لانه ما بيندمجش مع اللعيبه. تمام. النهارده لسه لحد الان النهارده بندور مين هيلعب راس حرب. فانا شايف ان احنا وقت متاخر جدا. لما صلاح اتصاب حسيت ان ما كانش فيه بلان بي خالص، ما كانش فيه بلان بي عند دايما دايما المدربين بيبقى عندهم بلان اي وبلان بي. فالبلان بي ما شفناهوش خالص، لان لو انا عندي بلان بي كنت شفت ما كنتش حسيت اي تاثير خالص. هي الفكره بس يا كابتن عبد الظاهر، انت لما بيبقى عندك نجم، انت حتى لو بتشوف الماتشات في كره امريكا الجنوبيه، لما بتشوف منتخب الارجنتيني لما ميسي بيغيب مدى تاثير المنتخب الارجنتيني وحتى فريق لا لا لا. برشلونه انا 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 دايما انا عندي كل لعيب رقم واحد بيبقى فيه رقم 2 و3 يعني. بس خلال الفترة الأخيرة احنا حتى متابعتنا حتى للدوريات الأوروبية، لا المنتخبات الكبيرة شايفينها بتتأثر. يعني حتى المنتخب البرتغالي يمكن أنا شفت له مباراة الودية أمام منتخب تونس. لا مش بتكلم على ده يا أحمد، مش بتكلم على الموضوع ده. أنا بتكلم إن أنا عندي في كل مكان 1 و2 صح؟ تمام. يعني النهاردة طارق حامد والنني وراهم سام مرسي دلوقتي. لو النهاردة النني غاب سام مرسي هينزل صح؟ مظبوط. لو طارق حامد غاب أنا عارف رقم 1 و2 و3 عندي موجود. لو انت النهارده كان موجود البلان بي وانا موجود عندي الاحتياط لكل لعيب، كان زمانك النهارده التشكيل الاساسي لعب في ماتش كولومبيا هو ما عدا صلاح الرقم 2 تلاقيه هو اللي يلعب بس. لكن النهارده اللي يعرفك ان مفيش بلان بي او الخطه البديله، النهارده اتجرب فيها ثلاث اشخاص. يبقى انت النهارده ما كنتش عامل رقم 2 هنا، يبقى كان في تاثير او ما كنتش عامل حسابك كجهاز فني او حد موجود هنا موجود بدل صلاح. على فكره انا من المنصرين جدا لمستر كوبر، يعني انا احنا اتعلمنا منه كتير، والراجل صاحب فكر كويس جدا، وفعلا القماشه اللي معاه بيلعب بيها كويس جدا، ولما وصل لكاس العالم وقبل النهائي ونهائي افريقيا. قبل نهائي افريقيا خد رقم ثاني. انا معايا لان هو فعلا كان بيبني قوام. مستر كوبر عمل حاجات كتير، لكن انا النهارده كنت لازم يبقى عندي بلان بي لاي خطر عندي ان انا افكر فيه. لكن احنا ممكن نرتبك، احنا بره ممكن نرتبك، انما ما ينفعش الجهاز يرتبك او مستر كوبر يرتبك. ان شاء الله عندنا ثقه باذن الله خلال باذن الله الفتره الجايه يكون فيها ثقه باذن الله يا كابتن عبد الظاهر. يعني اتمنى ان شاء الله الجاي يكون افضل باذن الله. ان شاء الله احنا بنتكلم كده على اساس ان يبقى في ايجابيات في كاس العالم، وانا فعلا متفائل جدا على فكره. انا من الناس المتفائله جدا ان احنا هنعمل ماتشات كويسه وهنصعد للدور. يا رب باذن الله. كابتن عبد الظاهر السقا انا بشكرك شكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه جدا، مداخله فنيه، اتكلم فيها عن الشكل والاداء والطريقه اللي لعب بيها هيكتور كوبر مباراه بلجيكا. وزي ما قلنا لكم في ثقه لدينا عند منتخبنا الوطني مع هيكتور كوبر باذن الله في المرحله القادمه. احنا بنتكلم في فتره اسبوع 8 ايام، فبالتالي محتاجين نرفع من معنويات المنتخب خلال الفتره القادمه. اي نعم هناك سلبيات كثيره جدا، لكن نتمنى من خلال هذه المباريات الوديه والسلبيات اللي ظهرت في المباريات الوديه ان الجهاز الفني يخرج بهذه السلبيات لايجابيات، وان المنتخب يستفيد بهذه السلبيات ويظهر بشكل ايجابي، وان ازاي يعالج الاخطاء الدفاعيه والاخطاء الفنيه اللي ظهرت خلال المباريات الوديه. ما هي الفكره انت بتلعب مباريات وديه ليه؟ وانت لما بتلعب مباريات وديه مع المنتخب الكويتي شبيه بالاداء والتواجد في الخليج مع المنتخب السعودي، المنتخب كولومبيا ومدرسه امريكا الجنوبيه مع منتخب اوروجواي، ايضا نفس الامر المنتخب البلجيكي وهو من اقوى المنتخبات الاوروبيه تصنيفه الثالث بعد البرازيل والمانيا. فبالتالي انت بتلعب هذه المباريات الوديه عشان تقدر تشوف سلبياتك فين، عشان تعالجها قبل ما تبدا مرحله كاس العالم والمباراه الاولى ان شاء الله امام اوروجواي. كلنا ثقه في منتخبنا الوطني الفتره القادمه، يا رب باذن الله يكون استفاد هيكتور كوبر واستقر على تشكيلته الاساسيه اللي من مباراه النهارده في ملامح كبيره جدا بين لعدد كبير جدا من حوالي من 9 إلى 10 مراكز ثابته، وهتكون متواجده باذن الله خلال مباريات كاس العالم. كل التوفيق لمنتخبنا وان شاء الله تكون تجربه مفيده امام ثالث العالم منتخب بلجيكا المنتخب القوي. عموما في هذه اللحظات نخرج الى فاصل، وبعد الفاصل باذن الله سنعاود الحديث
الحديث والحديث خلال الفترة القادمة عن النادي الأهلي والقرارات الهامة واجتماع لجنة الكرة غدا بإذن الله ومجلس الإدارة بالعديد من القرارات الهامة التي تخص قطاع كرة القدم والمدير الفني الجديد للنادي الأهلي في ظل اهتمام كبير جدا من جماهير النادي الأهلي في هذا الملف خلال الساعات القليلة الماضية. نخرج إلى فاصل ثم نعاود الحديث عن النادي الأهلي بعد الفاصل.